أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أبي الفضل العباس بن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أيها المشاهدون الكرام ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم مع حلقة جديدة من حلقات أضواء على نهج البلاغة، وكما هو المعتاد نرحب بضيف البرنامج وهو سماحة السيد عبد المنعم الحسن من السودان، نتشرف به. أهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. أهلا وسهلا بكم وجميعا سادة المشاهدين، حياكم الله. سماحة السيد، توقفنا في الحلقة السابقة حول موضوعات آية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هكذا نزلت. نعم، تفضلوا. سلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على هذه من الآيات المتفق عليها تقريبا بين المسلمين أن هذه الآية نزلت في أصحاب الكساء الخمسة، لذلك بعضهم يسمي أهل العباية، بعضهم يقول أهل الكساء، لكن يبدو أنها من المتسالم عليه أن هذه الآية نزلت في النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا يبدو ما خلاف، لا يوجد خلاف حول هذه المسألة، وإن كان البعض حاول أن يضيف بالإضافة لأصحاب الكساء الخمسة مثلا زوجات النبي، أهله من بقية الأطراف، لكن هذا مع الزمن أعتقد أنه لم يصمد، وواضح أن هذه الآية فيها خصوصية، وهذه الخصوصية في ظني خصوصية عقائدية تثبت لأهل هذا البيت مكانة خاصة عند الله عز وجل. هذه المكانة نستشرفها من خلال نفس التدبر في نفس الآية الكريمة اللي فيها حصر وتوكيد على إرادة الله عز وجل بإذهاب الرجس عن هذه الثلة المباركة. هذا يخلينا نفكر قليلا في الخصوصية التي ترتبط بهؤلاء. لذلك أنا كما ذكرت في حلقات سابقة، كل ما يرتبط بعلي بن أبي طالب أو يرتبط بأهل البيت عليهم السلام يجب أن لا يفكك، يخرج عن سياقه. يعني الآيات التي تتحدث عن رسول الله وعن علي وعن فاطمة وعن الحسن والحسين يجب أن نأخذها كلها كتلة واحدة، بمعنى أنها يصدق بعضها بعض، كما في الروايات أن القرآن الكريم يصدق بعضه بعض. هذه الآيات في الحقيقة تخلق حالة تراكمية من الاعتقاد في ذهن المؤمن. من المفترض هكذا، هذه البصائر تتلوها بصيرة أخرى وبصيرة ثالثة ورابعة، فتتكون وتتشكل لدى الإنسان قناعات. لكن في المنهج حاول أن يفصل هذه الأمور عن بعضها البعض، ويجد لكل آية صياغ مختلف عن المعنى العام المقصود، ومن ذلك المحاولات إلى إدخال زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الآية، مع أنه في نفس كتب المسلمين في صحيح مسلم زيد، رواية عن زيد في صحيح مسلم، جاء أحدهم يسأل مسلم عن ماذا سمعت، يسأل جابر، يسأل زيد عفوا، يسأل يقول أنت كنت مع رسول الله فخبرنا عن حديث سمعته عن رسول الله، فهو جاب حديث الثقلين، إني تارك فيكم ما تمسكتم به ما لن تضلوا. طبعا هذا الحديث ورد في أكثر من مناسبة، من ضمن المناسبات أنه ضمن خطبة الغدير ذكر، يعني التأكيد على علي بن أبي طالب بخصوصيته كان في يوم الغدير، وبالإضافة لأهل البيت عليهم السلام كقيادات يجب أن تكون بعد رسول الله أيضا، هذا ذكر في يوم الغدير. فهو يقول في يوم الغدير خطبنا رسول الله يقول قال قام رسول الله صلى الله عليه وآله يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله
فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، قالها ثلاث مرات. فهذول سألوا: من أهل بيته؟ هل أزواج من؟ قال: لا، الأزواج ليسوا من أهل بيت الرجل. المرأة تطلق أو يموت زوجها فتلحق بأهلها، أهل بيته عترته من صلبه الذين يرتبطون بارتباط عضوي. ثم في الرواية طبعا يقول، يفسرها، يقول: أهل بيته الذين حرم عليهم الصدقة. هذا التفسير، ولكن بشكل عام أهل البيت هي ثلة معروفة. لذلك في الروايات عندنا أن رسول الله، هذا حتى في كتب كل المسلمين تقريبا ليس خاصة بالشيعة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأتي إلى بيت فاطمة أوقات الصلاة فيمسك بالباب ويقول: الصلاة صلاة أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير. كأن النبي صلى الله عليه وآله يريد يثبت أن الخصوصية لهذا البيت، أهل البيت المقصودين لهذا البيت. ويبدو أنها الآية في سورة النور تفسر هذا: في بيوت أذن الله أن ترفع، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه. عندما سئل النبي الأكرم بيوت من؟ قال: بيوت الأنبياء. فسأله أحدهم: هذا بيت فاطمة وعلي من بيوته؟ قال: هو من أفضلها. هذا البيت هو يبدو هو نفسه البيت الذي أشارت إليه الآية القرآنية الكريمة: إنما يريد الله ليثم عنكم الرجس أهل البيت. تعريف هذا يبدو الإشارة إلى تلك البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. أحسنتم سماحة السيد، ولكن هنالك من قال أن سياق الآيات التي نزلت قبل آية التطهير كانت تتناول موضوعات زوجات النبي: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، إلى آخره. هنالك ألفاظ. ثم بعد هذا المقطع، هو طبعا جزء من آية كما هو موجود في القرآن الكريم، إنما يريد الله، هاي آية تسمى هي بآية ولكنها هي جزء من آية. إذا تلاحظون القرآن الكريم في سورة الأحزاب أنها جزء من آية، ولكنهم حينما يطلقون على هذا النص القرآني يقول آية التطهير. طيب، ذهب البعض بأن أهل البيت ينصرف المعنى إلى نفس السياق الذي كان تخاطب به الآية النساء. ولماذا تغيرت الصيغة؟ هي هذا نقاش طويل أيضا، هذا موجود الآن في ردود عليه في الكتب بالضمن، بل بالعكس بعضهم يعتبر أن هذا ضمن هذا السياق هي تفضيل لهذا البيت خصوصية، لأن التعليمات اللي قادمة للذين زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا يمتلكن العصمة، لا يمتلكن الإرادة الإلهية في تطهيرهن، إنما كان يحتاجهن أن يقوموا بالالتزامات المختلفة. لكن أهل البيت لهم خصوصية، فكأنما في ضمن السياق يقول هاي الخصوصية لهؤلاء الخمسة المذكورين ضمن هذه الآية حتى لا يخلطوا بغيرهم. غيرهم أمروا ببعض الأوامر، هذولا ما داخلين في هذه الأوامر. والدليل على ذلك أن صيغة نون النسوة تتغير عندما يأتي الكلام عن إرادة الله في التطهير. كل الآية تتحدث عن الجماعة. نعم، بينما هنا الكلام عن خطاب ينتهي بصيغة الجمع: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وطهركم تطهيرا، بمعنى ذلك أنه رجال ونساء في مجموعة، يعني تختلف المسألة. إذن خرجت عن هذا الخصوصية. هناك الكثير من المعالجات موجودة، لكن أيضا الروايات واضحة في هذا، هناك أدوات والتأكيد الحسن. أحسنت، التأكيد من رسول الله صلى الله عليه وآله على هذه المسألة تفسر هذا المعنى. وكثير من الآيات قد يكون أولها في شيء وآخرها في شيء، وهو كلام متصل، كلام متصل يحتاج إلى من يفهمه. من يفهمه؟ الذي يبين للناس، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءت روايات واضحة في هذا الأمر فعلم الاختلاف. أحسنتم سماحة السيد. إذن سبب نزول هذه الآية هو كما ذكر في بعض المصادر أنه حديث الكساء. نعم. وهناك روايات تذكر بعد ما جمع رسول الله صلى الله عليه أهل بيته علي وفاطمة والحسن والحسين، وجاء بالكساء اليماني ثم دعا ربه وقال: أن اللهم أن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي إلى، فأذهب اللهم فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
ثم هبط الأمين جبرائيل كما ورد في النصوص يحمل هذه الآية، وهو يقول بعد أن أذن من رسول الله أن يكون سادسا تحت الكساء. هنالك مؤشرات يعني ليست بالسهلة فيها قضية موضوع حديث الكساء، والذي رواه العامة والخاصة كلا الطرفين الفريقين. طيب ماذا نفهم من معاني في ضوء هذا الحدث؟ لا يمكن أن نمر مرورا سريعا حول بدون أن نتوقف على هذه القضية، قضية نزول جبرائيل وهو يحمل هذه بعد حادثة الكساء. طبعا هنا الرواية، احنا عندنا رواية تفصيلية في مدرسة أهل البيت، هذا نعم. ما موجود عند أهل السنة والجماعة نعم. حتى تكون منصفين في المسألة فيما يختص بخصوصية جبرائيل أنه استأذن ونزل في الحديث المعروف عند في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، حديث الكساء بهذا التفصيل أنا ما شايفه في كتب، ربما موجود في الحقيقة كثير من الروايات نعتقد أنها موجودة، هي موجودة، بس عدم الوجدان لا يعني عدم الوجود، صح ربما صح. تكون موجودة احنا لم نكتشفها. القدر المتفق عليه أن هذه الآيات نزلت في علي قبل ذلك، النبي الأكرم وعلي وفاطمة والحسن والحسين سلام الله عليه. ولكن سمعت السيد أعتذر عن المقاطعة، حديث الكساء ورد في مصادر العامة، حديث الكساء نعم بس مو بهذا موجود التصير. نعم مو لا ورد أنه هو اسم حديث لذلك نعم. سميته قلت لك سموها الكساء والعباء. أحسن. هذا الحديث نزل وموجود عند أهل السنة موجود جماعة أنه كان وغطاهم بغطاء وكذا بالضبط. يماني هذا موجود نعم. بس التفصيل أنه جبرائيل استأذن والرواية عن فاطمة الزهراء سلام الله عليه، هم أصلا ما يعرفون فاطمة بهذا التفصيل الذي يعرفه أتباع مدرسة أهل البيت عليهم نعم. السلام. في الحقيقة هذه الرواية الموجودة عند مدرسة أهل البيت مقام عالي لفاطمة، لأنها هي التي تروي وهي التي تخبر ما جرى بين الله وجبرائيل، هذا له خصوصية مقامات ما فاطمة هذا فيها. في مقامات فاطمة نعم هذا مقام الله. عالي نعم. وكبير أن الراوية فاطمة سلام الله عليها وتتحدث عن ما جرى بين الملائكة وكيف أن جبرائيل استأذن ونزل، هذا مقام خاص هي التي تروي. لكن أقول القدر المتيقن أصحاب الكساء موجود حتى عندنا في الصوفية يتوسلون بأصحاب الكساء وقصائد تكتب عند السنة، يعني الصوفية أقصد السنة نعم. أخواننا السنة موجود هذا الحديث ومشهور أهل السلسلة وأهل العباء وأهل الكساء هذول معروفين صحيح. الأمة أهل البيت عليهم حتى السلام حتى ذكروا أبياتا وأشعارا وقصائد أحسن. في حول لهم خصوصية في هذه المسألة. ثم نأتي لهذه الآية المباركة اللي فيها إنما أداة توكيد وحصر كما هو معلوم، وثم إرادة الله عز وجل، عندما يريد الله فالإرادة لا تتخلف. شوف عندنا نوعين من الإرادة، أحيانا القرآن الكريم يتحدث عن الإرادة التشريعية يقول لك اتوضأ أريدك تكون طاهر، هذه الإرادة إرادة متوسطة التشريعي بمعنى أنك متى ما توضيت حققت إرادة الله عز وجل. أحسن. الله يريدك تكون طاهر عندما تتوضأ عندما تغتسل، لكن إرادة التكوينية إذا أراد شيئا يعني يقول له كن فيكون، فلا واسطة في الموضوع نعم. هي إرادة الله عز وجل. واضح من هذه الآية أن هناك عناية إلهية خاصة، هسي كيفية هذه العناية ما نعرفها تفاصيلها من الصعوبة مكان لأن هذا فعل الله وفعل الله لا يكيف، نحن لا نستطيع أن نتحدث عن كيف يتم هذا الأمر، لكن الواضح أن هناك عناية إلهية بهذه الثلة، أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يدفع عنهم. لذلك العلماء يناقشون أيضا هل هي إرادة دفع أم رفع، بمعنى هل يرفع منهم هذه الرجس وكذا أم يدفع. في الحقيقة هو دفع، لأن هذول بالأساس لا يوجد فيهم رجس، فهذه هي في الحقيقة دافع عنهم، يعني لن يقترب منهم الرجس، سيطهرهم الله عز وجل. وهذه سنة إلهية، الله سبحانه وتعالى طهر مريم، إن الله طهرك واصطفاك صفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالم، هذا يعني سنة إلهية لا تستبعد أن تكون، يعني مسألة موجود مثال لها في الأمم السابقة في قصة الأنبياء السابقين نعم. هذه الإرادة نفسها اللي طهر بها مريم هي نفس الإرادة التي طهر بها أهل البيت عليهم السلام، ومن ضمنهم بلا شك علي بن أبي طالب، بل هو زعيم أهل البيت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك هذه الآية واضحة أن هؤلاء لا يقربهم الذنب، لا يقربهم الخبث، لا يقربهم الرجس، هؤلاء إذن يتصفون بالعصمة، لا بد من القول بهذا الموضوع، وإلا إذا قلنا ولو بنسبة بسيطة يمكن أن يخطئون، بمعنى أي خطأ في الحقيقة هو نوعا من أنواع اقتراب الشيطان، اقتراب الإثم،
فإذا الله يقول هؤلاء أنا مطهرهم، إرادتي أن يكونوا طاهرين مطهرين، فبالتالي هذا يعني شنو؟ يعني هؤلاء معصومين، لا بد أن يكون العصمة، هو العنوان الأبرز لهذه الآية. أحسنتم. إذا بالإضافة إلى ما تفضلتم به سماحة السيد، فإننا لو أضفنا الكثير من الآيات التي تقترن مع آية التطهير سنجد الصورة واضحة في حول مصادق أهل البيت عليهم السلام. ننتقل إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله. سماحة السيد، هنالك أحاديث كثيرة ذكرها النبي صلى الله عليه وآله في حق أمير المؤمنين علي تارة، وفي حق فاطمة، وفي حق الحسن، وتارة أخرى في حق أهل بيته، أني تارك فيكم الثقلين ما أن تمسكتم بهما إلى آخره، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ثم يتطرق النبي صلى الله عليه وآله إلى مسألة جدا مهمة، وهي باب، لفظة باب. هذه لفظة الباب تكررت حتى في القرآن الكريم، ذات البيوت من أبوابها، أبوابها كذا. هنالك يعني هنالك الكثير من الآيات ذكرت لفظة الباب. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول باب فاطمة بابي وحجابها حجابي. مثلا في موضع آخر يقول أنا علي، أنا مدينة العلم وعلي بابها. ثم هنالك الكثير من الألفاظ التي ذكرت الباب. ثم يقف كما تفضلتم في آية التطهير، يقف على باب بيت فاطمة ويقول الصلاة الصلاة يا أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم. هذه لفظة الباب. ثم هنالك حوادث كثيرة ذكرت في مسألة الباب، باب فاطمة، باب علي، باب أهل البيت عليهم السلام، حتى أن الهجوم على الدار وحرق باب فاطمة. باب مسألة هاي موضوع الباب، ما هو السر في تكرار هذه اللفظة في حديث النبي صلى الله عليه وآله؟ أولا خلنا ننتقل بعد هذه الآية، نعم، نربط بينها وبين حديث الثقلين. نعم. هذا حديث أعتقد حديث أساسي ومفصلي وجوهري، ويوجد في كتب المسلمين ومن أصح الروايات هذا الحديث. نعم. لكن كما قلت سابقا، محاولة لإزواء أهل البيت على رأسهم علي بن أبي طالب على مر التاريخ، جعل هذا الحديث مع أنه هو أقوى من الحديث الذي انتشر عند المسلمين، إني تارك فيكم كتاب الله وسنتي اللي ما موجود في مصادر المسلمين الأساسية. هذا يرجع لكلام الأول عن حديث رسول الله، كيف يمكن أن نتعامل معها بأدب، باحترام، بتسليم. يجب أن نتعامل معها بشكل علمي، بمعنى إذا جاء هذا الحديث وثبت في كل مصادر المسلمين، ما أحتاج بعده إلى أدلة أخرى تثبت ولاية أهل البيت عليهم السلام. لأن هذا الحديث في الحقيقة يثبت من هم الخلفاء، ويثبت بالتالي الإمامة، ويثبت أن هؤلاء أهل العصمة، ويثبت أن هؤلاء لا يفترقون عنه. هذه كلها في هذا الحديث، لذلك تأكيد من رسول الله إني تارك فيكم، طبعا ورد بصيغ مختلفة، لكن الحد الأدنى الاشتراك واضح أن رسول الله صلى الله عليه وآله قرن بين أهل البيت عليهم السلام وبين القرآن. هذا الاقتران يؤكده الرسول لن يفترق حتى يرد على الحوض، يعني إلى يوم القيامة قيادة القرآن وقيادة أهل البيت عليهم السلام لن يفترق. هذا أولا يثبت ضرورة وجود شخص من أئمة أهل البيت عليهم السلام على مر التاريخ من وفاة رسول الله إلى يوم القيامة. هذا مفروغ منها، لأنه يقول إلى يوم، إلى يوم، بالتالي إلى يوم القيامة لابد، لأن القرآن هو الحجة الأخيرة، هو الكلمة الأخيرة، كلمة الله للناس، آخر الرسالات هي القرآن الكريم. هذا القرآن هو إمام للناس، يجب الالتزام به من زمن رسول الله إلى يوم القيامة، الدستور النهائي. فبالتالي إذا قلنا باستمرارية حجية القرآن على الناس إلى يوم القيامة، وجب لذلك أن نبحث عن من يكون منه الثقل الثاني، وهم من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذه المسألة الأولى، أنه إلى يوم القيامة. المسألة الثانية أن لن يفترق دليل على أن هؤلاء شنو؟ أبدي معصومين، عصمة. نعم. لأن الذي يفترق عن القرآن، الذي يرتكب خطأ يفترق عن القرآن.
كلما كان الإنسان متلبسا بالقرآن مطبقا بتفاصيله هذا لا يخطئ، لأن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فبالتالي الذي يلتزم به ويتحول إلى قرآن ناطق كما في روايات عن أمير المؤمنين، هذا الشخص يصبح شنو؟ معصوم. هذا يؤكد كلامنا حول الآية القرآنية أو جزء من الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. نفس المعنى موجود هنا في هذا الحديث، وهو حديث أعتقد مهم جدا. ليش مهم؟ لأن هذا الحديث ذكر في مصادر المسلمين الأساسية، على رأسهم صحيح مسلم كل الكتب، ورووه مجموعة من الصحابة، يعني بلغ حد التواتر. لكن أنت تعال شوف في مساجد المسلمين، وهي مشكلة عوام الناس. عوام الناس لا يعرفون ماذا يوجد في مصادر الأمة، لذلك هم يتلقون من مسجد صلاة الجمعة، يتلقى من التلفزيون. هذا اللي في التلفزيون وهذا اللي في صلاة الجمعة عنده عقيدة معينة يوصلها، بالتالي يعمل فلتر للروايات. فإذا جاء الحديث عن من يخلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف يسير الأمر، جاءوا بمجموعة انطباعات تاريخية عما جرى بعد وفاة رسول الله، جعلوا لها الشرعية. مثال ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إني طبعا ما يقول صلى الله عليه وآله وسلم، إني تارك فيكم كتاب الله وسنتي. هذا الحديث لم يزبط في البحث العلمي، ما موجود. موجود يقال أول ما وجد في كتاب موطأ مالك، والذي كتبه ابن مالك، والذي قال بلغني أن مالكا بلغه أن رسول الله. يعني وين مالك وين رسول الله؟ في فرق كبير، ما في عنعنة، ما في اتصال في السند، ومع ذلك هو الحديث المسلم. الآن أي واحد روح أسأله قل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم كتاب الله، مباشرة يقول لك وسنتي. ليش؟ أنا تعلم في التلفزيون، في يعني المنابر التوجيهية، ما راح لمصادر الكتب حتى يشوف هل هذا الحديث صحيح لو لا. أصلا هو لا يقوى حديث وسنتي أمام كتاب الله وعترتي في الموازين العلمية، يعني في الموازين العلمية في المعنى، يعني في المبنى وفي المعنى، في المعنى نفسه. أما في مسألة أن أيهما أصح، لا شك أن كتاب الله وعترتي هو أصح. أنا أسأل المسلمين، أين أنتم من هذا الحديث؟ لأن هذا الحديث يلزمكم الارتباط بأهل البيت كالارتباط بالقرآن. أنت ترتبط بالقرآن للبركة؟ لا، لتنفذه، تتأمل وتتدبر فيه، لتستخلص منه البصائر، ثم لتجعله برنامج عملي. كذلك أهل البيت عليهم السلام، كلامهم هو هذا، تفسير للقرآن، بيان للبصائر، خطة عملية للإنسان. لذلك هم حجة، لذلك الرسول صلى الله عليه وآله أكد هذه الأمة لن تضل، ولما افترقت عن أهل البيت لم تمسك أصلا، ما تستطيع أن تتمسك بالقرآن بدون أهل البيت. لذلك ضلت أضاعت الكتابة والعتاد. أحسن سنتم، أضاعت الاثنين. سماحتنا، سماحة السيد، فقط إشارة إلى الباب قبل أن نجي لموضوع، قبل أن ينتهي موضوع، لأن هذا موضوع الباب موضوع منفصل عن، إحنا نريد يعني حتى ننتقل بالمشاهد من خلال هذا. نعم، نأتي للرواية التي تحدث أنا مدينة العلم وعلي. نعم بالضبط بالضبط، هذه مسألة الباب في الحقيقة هاي مسألة فطرية. كل مكان تذهب إليه له مدخل، له مدخل. أحسنت. كل شيء، سواء كان مسألة فكرية، مسألة حتى مسألة مادية، في البيوت، في المحلات، إذا أردت أن تدخل فعليك أن تدخل. إذا حاولت أن تأتي بأي جانب من الجانب الأخرى يشك فيك. وقت البيوت من أبواب، من أبواب واضح. هذه في الحقيقة تتطابق مع مسألة عقلية وفطرية. هذا تقرير لمبدأ موجود في وجدان كل إنسان، إذا أردت مكان تأتي بالمناسب الذي يناسبه. فإذا أردت أن تأتي لرسول الله، أنت بينك وبين رسول الله حجاب، حجاب من التاريخ، حجاب من الزمان، هم حجاب من أصل المعرفة. كثير من الأحيان حجاب المعرفة نفسها حجاب، أنت تجهل رسول الله صلى الله عليه وآله، فتحتاج الوسيلة التي تتعرف وتقترب فيها من مدينة رسول الله. مدينة بالمعنى العلمي، آفاق المعرفة، التعليمات الصحيحة. هذه كيف يمكن أن تدخل المدينة؟ تحتاج أن تصل الباب. رسول الله صلى الله عليه وآله لخص للأمة: إذا أردتم أن تأتوا إلي تتعاملوا مع الحقائق التي أنا أتيت بها من الله عز وجل، أنا الذي قال عني القرآن الكريم
وما ينطق عن الهوى وهو الذي بعث في الأميين أيضا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب ويعلمهم هذا التعليم هاي الحكمة هذا وين القهانة غير القرآن لأن القرآن يقول يعلمهم الكتاب والحكمة إذن هناك أمر آخر موجود عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الذي يستطيع أن يوصلنا إلى ذلك بالشكل الصحيح والمضمون النبي لذلك وشارك. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنا مدينة العلم هذا العلم الذي جعل في قلب رسول الله صلى الله الذي أعطي لرسول الله من قبل الله عز وجل هذا العلم من أراده عليه تجدونه عند علي بن أبي طالب لذلك عليه يثبت هذه الحقيقة عندما يقول علمني رسول الله ألف باب من ألف باب ويفتح لي من كل باب ألف باب. هذه الأبواب هي مداخل وهنالك سمحت السيد هنالك أحاديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وآله منها أن الذي يبين من بعدي هو علي أحسنت البيان والتبليغ وفي رواية أخرى يا علي تقاتلهم على التأويل كما قاتلتهم على التنزيل قاتلتهم نعم. يعني هاي التنزيل اللي تم في زمن رسول الله يحتاج إلى محافظة إليه يعني كثير من الناس للأسف يعتقدون أن الرسالة أمرها انتهى بمجرد انتقال الرسول خلاص بعد الناس هم لا هاي خاتمة الرسالات هاي فيها تفاصيل مستقبل الأمة فبالتالي تحتاج إلى زمن حتى الناس تستوعب هذا الأمر لذلك الرسول صلى الله عليه وآله قال يبين للناس علي بن أبي طالب هو الذي يفسر هو الذي يخبر الناس هو الذي يعلمهم إمام علي بعد الإمام علي الحسن بعد الحسن هذا التسلسل الطبيعي هو الذي يحافظ على العلم الذي خلفه رسول الله لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من أراد أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويدخل جنة عدن غرسها ربي فليوالي عليا من بعده وليقتدي بأهل بيتي ليش؟ لأنه خلقوا من طينتي ورزقوا فهمي وعلمي أحسنتم. هذا هو الموضوع أحسنتم. بارك الله بكم سماحة السيد الله هذا ما سمح به الوقت لهذه الحلقة علي الدر والذهب المصفى وباقي الناس كلهم تراب نتقدم جزيلا لسماحة السيد إلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته